الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري في صحيحه في باب أو في كتاب الجماعة والإمامة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجماعة والإمامة، وبوب له بقوله: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. في الأحاديث السابقة بينا الحكم، يعني هل يجوز أو لا يجوز، وكيف يكون أو كيف تكون حالة المأموم مع الإمام، أنه لا يجوز أن يقارنه أو أن يسبقه أو أن يتأخر عنه. والآن يبين الإمام البخاري رحمه الله هنا من فعل ذلك، يعني إنسان بدأ أو لاحق الإمام أو يعني سبق الإمام بركن من الأركان أو أراد أن يسبقه في الصلاة، فشو حكم هذا؟ هنا طبعا قال: أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام، ذلك سواء كان في الركوع أو في السجود أو في أي أمر من أمور الصلاة. فهنا جزم على الإثم على أنه من كبائر الذنوب، هذا الفعل ومن كبائر الذنوب. ليش؟ لأن كل أمر توعد الله سبحانه وتعالى عليه أو النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر العذاب أو المسخ في ذلك، فإن ذلك يكون من الكبائر. نحن نعرف الذنوب في صغائر وفي كبائر، الكبيرة هي اللي في عليها وعيد، فهذه تكون من الكبائر. وأكثر وعيد بيكون للإنسان في الدنيا هو المسخ. سبحان الله، لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر بني إسرائيل وما قاموا به من الأعمال وقتلهم الأنبياء وتكذيبهم للأنبياء، الله سبحانه وتعالى مسخهم. فالمسخ هو من أعظم ما يفعل بالإنسان الذي يرتكب الذنوب في الدنيا. لذلك يعني وصفه النبي عليه الصلاة والسلام هنا، قال: أما يخشى أحدكم أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أي أن يمسخه، سواء كان يعني في الصورة أو في البلادة. ذكر الحمار لأنه من أبلد الحيوانات المألوفة، من أبلد الحيوانات المألوفة هو الحمار. في ناس بيقول لا، الحمار والله بيروح وبيجي كذا، لا ما نزكي الحمار، أنت لما بتعوده على شيء يذهب فقط إلى ذلك الشيء الذي عودته. أما إنه والله يكون في عنده شيء يعني يستطيع أن يميز هنا أو هناك، فهذا يعني من الأمور التي لا يفعلها الحمار. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر مثالا في القرآن الكريم على بني إسرائيل الذين حملوا التوراة، قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني ربنا سبحانه وتعالى شبههم بالحمار، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يشبهه بالحمار. فهذا التوعد بالمسخ هو من أشد العقوبات، أشد العقوبات في الدنيا التوعد بالمسخ، أن يمسخ الإنسان. لذلك قال: الإنسان الذي يفعل ذلك، هذا الإنسان الذي مثلا بروح قبل الإمام ويأتي وكذا، وخاصة الإنسان الذي ينبه، فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام، يعني نازل طالع قبل الإمام، إنما ناصيته بيد شيطان، يعني الشيطان هو ماخذه جيبه، مش هو عم يفكر، اللي عم يفكر عنه وياخذه يجيبه والشيطان. فلذلك يجب على الإنسان أن يتنبه لذلك حتى تصح صلاته وحتى لا يدخل في هذا الوعيد الشديد الذي توعد به النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والحمد لله رب العالمين.